استقبل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحه حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافريه عائله الشهيد الرائد محمد سالم محمد عنبر من قوه الواجب التابعه لقوه دفاع البحرين والذي استشهد خلال تاديته للواجب الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي المشاركه في عمليات عاصفه الحزم واعاده الامل المرابطه على الحدود الجنوبيه للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وقد اعرب جلاله الملك المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحه رعاه الله خلال لقائه باسره الشهيد عن خالص التعازي وصادق المواساه باستشهاد ابنهم البار اثناء قيامه بواجبه الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة مبتهلا إلى المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان مؤكدا أيده الله أن شهداءنا الأبرار سطروا مواقف عظيمة في الشجاعة والبسالة والاقدام وان تضحياتهم ستظل محفوره في ذاكره مملكتنا الغاليه واسماؤهم خالده في تاريخ الوطن رمزا للوطنيه ومصدر الهام في التضحيه والفداء مضيفا جلالته ان اسر الشهداء والاهتمام بهم ورعايه شؤونهم ستظل دائما على قمه اولوياتنا مؤكدا جلالته ان المملكه ستبقى على الدوام شامخه عزيزه رايتها عاليه خفاقه تشق طريقها نحو الرياده والتطور والرقي بحب ابنائها ووفائهم ووحدتهم وتكاتفهم والتفافهم حول قيادتهم سائلا الله العلي القدير ان يرحم شهداء الوطن الابرار ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين ويمن على المصابين بسرعه الشفاء والصحه والعافيه وان يجزي اهلهم وذويهم خيرا وأن يديم على وطننا العزيز الرفعة والعزة والمنع وقد رفع أهالي الشهيد عظيم الشكر والعرفان وبالغ الامتنان إلى المقام السامي الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله على تعازي ومواساة جلالته لهم في فقيدهم ضارعين إلى الباري عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحه والسعاده وطول العمر مجددين العهد والولاء لقياده جلالته الحكيمه مؤكدين فخرهم واعتزازهم بابنهم الشهيد وكل شهداء البحرين الابرار